السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد. حذيفة بن اليمان الأنصاري رضي الله عنه. حذيفة بن اليمان أحد أصحاب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم العظماء الذين عاشوا في المدينة وساعدوا على نشر الدعوة الإسلامية ونصرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلنتعرف إلى بعض سيرته. أولاً، شارك هو وأبوه في معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعركة أحد من المعارك المهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية. ثانياً، في معركة الأحزاب أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة أن يخترق جيش المشركين ليلاً ليكشف أسرارهم، فذهب حذيفة واخترق صفوف العدو وكشف أسرارهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك شجاعة وتضحية من أجل الإسلام وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين، إذ أسره الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء المنافقين الموجودين مع المسلمين وحذره إياهم. رابعا، في طريق العودة من غزوة تبوك حاول بعض المنافقين في ظلام الليل أن ينفروا ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتلقيه على الأرض، فعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل إليهم حذيفة ليكشف مؤامرتهم، فصاح بهم حذيفة فابتعدوا من طريق الرسول فحفظ أسماءهم ولم يكشفها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له بكشفها. خامسا، جعل عمر بن الخطاب حذيفة واليا على المدائن في عهد خلافته، وبقي واليا عليها حتى توفي فيها سنة 36 هجرية، وكان شيخا كبيرا. سادسا، إن سيرة هذا الصحابي وغيره من عظماء الصحابة تعلمنا دروسا في الصبر والجهاد والإيمان ومكارم الأخلاق وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المناقشة: سؤال: من هو حذيفة بن اليمان؟ الجواب: هو أحد أصحاب الرسول الكريم محمد العظماء الذين عاشوا في المدينة وساعدوا على نشر الدعوة الإسلامية ونصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: في أي معركة اشترك حذيفة وأبوه؟ الجواب: شارك وأبوه في معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: ماذا كان دور حذيفة في معركة الأحزاب؟ الجواب: في معركة الأحزاب أمر الرسول محمد حذيفة أن يخترق جيش المشركين ليلا ليكشف أسرارهم، فذهب واخترق صفوف العدو وكشف أسرارهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: ماذا فعل المنافقون بعد عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك؟ الجواب: في طريق العودة من غزوة تبوك حاول بعض المنافقين في ظلام الليل أن ينفروا ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتلقيه على الأرض، فعرفهم رسول الله وأرسل إليهم حذيفة ليكشف مؤامرتهم، فصاح بهم حذيفة فابتعدوا عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحفظ أسماءهم ولم يكشفها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤذن له بكشفها. سؤال: ماذا جعل الخليفة عمر بن الخطاب من حذيفة ومتى توفي؟ الجواب: جعله واليا على المدائن، وبقي واليا عليها حتى توفي فيها سنة 36 هجرية، وكان شيخا كبيرا.